بنجدد التحية، أهلا بيكم من جديد. دلوقتي خلينا نروح لليندا نتعرف منها على إيه أخبار الطقس والمرور والعملات وأسعار الذهب وحاجات كتير مع ليندا. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير منا. كلام كتير عن الجو اليومين دول، أكيد هتقول لنا بقى على مدار الحلقة إيه اللي بيحصل. في كلام عن ان في موجه بارده هترجع تاني. مظبوط يا منى، النهارده الجو هيكون حر جدا زي امبارح، درجه الحراره في القاهره بتسجل 39، ولكن ابتداء من بكره هيكون في انخفاض كبير في درجات الحراره وهتوصل في القاهره ل 32 ان شاء الله. كويس، خلينا نعرف التفاصيل منك. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل. هنبتدي جولتنا من القاهرة ومن كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس، بيشهد كثافات مرورية متحركة. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرورية البسيطة زي ما حضراتكم شايفين. هنشوف طريق صلاح سالم، هنلاقي بعض الكثافات البسيطة اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي إن الكثافات بدأت تقل وبيبقى فيه سيولة مرورية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران. بعد ما نوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثافات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة وهنبتدي من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية بسيطة قبل الدائري ولحد ميدان لبنان، وفي كثافات مرورية على كوبري 15 مايو والكثافات دي بتبدأ تقل لحد ما نوصل للزمالك. أما لو كملنا بالعكس فهنلاقي كثافات مرورية كبيرة نوعا ما لحد شارع جامعة الدول العربية. هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد كثافات بسيطة مكملة لحد الطوابق والعشرين وبتوصل لحد المريوطية. أما الطريق التاني المؤدي لكوبري الجيزة فبيشهد كثافات مرورية كبيرة جدا. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة القليوبية وطريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرورية، وفي قليوب المحطة الطريق هناك بيشهد سيولة مرورية نسبية، ولو كملنا لحد محكمة قليوب الجزئية فهنلاقي الكثافات بدأت تقل وبقى فيه سيولة مرورية واصلة لحد طريق قليوب القناطر الخيرية، ولو رحنا طريق كفر سالم القناطر الخيرية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة على الطريق واصلة لحد طريق المنيرة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد الكثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية، ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وهنبتدي مع الدولار الأمريكي. سعر البيع بيسجل 18.35، أما الشراء فبيسجل 18.25. اليورو سعر البيع بيسجل 20.03، أما الشراء فبيسجل 19.92. الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.01، أما الشراء فبيسجل 23.87. الفرنك السويسري البيع بيسجل 19.66، أما الشراء فبيسجل 19.55. هنروح للريال السعودي، البيع بيسجل 4.89، أما الشراء فبيسجل 4.86. الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.25، أما الشراء فبيسجل 59.84. الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 4.99، أما الشراء فبيسجل 4.96. اليوان الصيني البيع بيسجل 2.88، أما الشراء فبيسجل 2.86. وبالنسبة لأسعار الذهب، عيار 18 سجل 835 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 975 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1114، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7800 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والنهاردة الجو هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وفي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية،
وفي كمان أتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في سانت كاترين 31. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.